والدنيا ماشيه معاك. نمبر 6 في الايفالويشن بوست كويتال تيست. انا قلت فيري فيري امبورتنت البوست كويتال تيست. والبوست بوست كويتال تيست ما فيش امتحان ما فيهوش بوست كويتال تيست. وما فيش امتحان مكرر نفس السؤال. هو بوست كويتال تيست بس السؤال مختلف. هنفهم يعني ايه دلوقتي. هشرح الاول وبعد كده هكتب. البوست كويتال تيست ده عباره انا بعمل ايه؟ بوست افتر. انت بقص امتى؟ من 9 ل 24 هاورز افتر انت بقص. هكتب الكلام ده بالتفصيل ماشي؟ يبقى ده افتر. طب امتى الدي اوف بيريود؟ الراوند اوفيوليشن في اليوم ال 14 من ميد سايت. يعني عندي ال LH سيرش. يبقى انا بعمل التست افتر انتركورس ويكون في الميد سايت ماشي. طب العينه هاخدها منين؟ هاخدها من السيرفكس زي ما انتم شايفين كده بسبيكولم وهدخل نيدل. النيدل دي هتاخد اسبيريت من السيرفكس سكريشن. السكريشن ده لما ناخده لو حطيته على الايد الاقيه بثلاث اشكال او اكتر من شكل. الشكل ده ده نورمالي تقريبا. هنشوف نورمال ازاي دلوقتي. ده ابنورمال سيك ودراي. وده الفريتس اقل من 6 سم. هشوف التفاصيل دلوقتي هكتبها بالتفصيل. لو انا مسكت النورمال وعملت سليتس كده الاقيه اكتر من 6 سم نورمالي. او حطيت على سلايد وسحبت كده الاقيه اكتر من 6 سم نورمالي. القصة اصلا ايه؟ التفاصيل ايه؟ التفاصيل اللي هكتبها دلوقتي. حد عايز ده؟ انا طبعا مش هقدر اقف على الكرسي واجيب من فوق. انا هكتب من النص هنا وممكن تنزل تحت كده. شايفين تحت ده؟ ها؟ هنا ده مفهوم. شايفينه ده؟ شايفينه ده؟ كويتال تيست. الطيب افتر انتركورس من 9 ل 24 هاورز ات ال اتش سيرش. يعني عند الاوفيوليشن. يعني عند اليوم ال 14 من الدي اوف بيريود. رقم 3 السم. السم عباره عن اندو سيرفيكال ميوكس او سكريشن. رقم 4 الاكزامينيشن. افحص ازاي؟ بالتفاصيل اللي هقولها دلوقتي. همسك الاندوسيرفيكال ميوكس ده واحط نقطه على سلايد وهحطيها بكفر ونقطه على سلايد ثانيه وهحطيها بكفر. دي هسميها فيرست كفر سليب ودي هسميها سكند كفر سليب. دي هعمل فيها ايه؟ زي ما انتم شايفين كده همسك السلايد ارفعها لفوق او هبرها. هيديني سريدس. السريدس ده نورمالي كان نورمالي الاول. مور ذان 6 سم. 6 سم اور جريتر. يبقى انا لو سحبت دي وعمل لي سريدس مور ذان او يساوي 6 سم ده نورمال. في نفس الوقت
السكريشن ده شكله وتري وسين وستريتشابل وشبه الام وايت والسريتس اكتر من 6 سم نورمالي. ايه اللي بيعمل كده؟ الاوفيليشن الاستراديول العالي ات ال اتش سيرش. هنا معناه نورمال استراديول نورمال عالي طبعا في ال اتش سيرش، ومعناها ان حصل اوفيليشن. اللي اكتشف هذا واحد الماني اسمه سبين بيركت. سبين بيركت. سبين بيركت ده قال لك لما الاقي 6 سم ووتري وايج وايت وثين وستريتشابل معناها نورمال اوفيليشن، معناها استراديول عالي نورمالي، ودي بنسميها بوزيتيف سبين بيركت. واضحه دي؟ طب نيجي للابنورمال. الابنورمال الاقي ايه؟ زي ما شفنا على الايد كده ان الميوكس ده سك ودراي وبريكس كويكلي بريك يتقطع بسرعه، ولما يبقى كده ما يعديش اسبان، وفي نفس الوقت نو اوفيوليشن والاستراديول ديفيشنسي. يبقى هنا دي سك ودراي وكويك بريك معناها نو اوفيوليشن، معناها ديفيشنسي في الاسترادايول، ودي نسميها نيجاتيف سبين بيرك. حد شايف اللي تحت ده؟ اقول تاني، الابنورمال سيك دراي كويك بريك اتقطع بسرعه، نو اوفيوليشن، استراديول قليل ديفيشنسي، نيجاتيف سبين بيرك. اجيب كرسي تاني؟ ده اول فيرست كفر سليب فحصته. طب السكند كفر سليب هفحصها بطريقتين. اولا ويت بريباريشن ودراي بريباريشن. في الويت بريباريشن وهي فريشلي بريبيرد كده الاقي فيه اسبرم، ما ده افتر انتركورس ففي ايجاكوليت دخل. الاسبرم عدها في الفيلد، لو لقيت بير هاي باور فيلد الواحد اكتر من 20 مطيل 20 مفرد 20 مطيل سبير ده نورمال. يعني ايه نورمال؟ مفيش انتي سبير مع انتي بودي في الفيميل، ومفيش انتي سبير مع انتي بودي في الميل. ليه؟ كان هيموت من البدايه، كان يبقى نازل ميت اصلا. ماشي؟ يبقى ده انديكيت ايه؟ انديكيت نو انتي سبير مع انتي بودي سواء في الفيميل او في الميل. ماشي؟ طب نمسك التانية. التانية دي هنستنى عليها تبقى دراي، نستنى على اللي على دي تبقى تنشف وافحصها تاني تحت الميكروسكوب، الاقي شكل تحت الميكروسكوب بالشكل ده، شكل الريشه. الشكل ده اسمه فيرن لايك ابييرنس، فيرن شكل الريشه ده نورمالي، ده انديكيت نورمال افيوليشن ونورمال استراديول. ده انديكيت نورمال افيوليشن ونورمال استراديول. لو ما لقيتش الشكل ده يبقى نو اوفيوليشن. ماشي؟ يعني الافيوليشن بفحصها بطريقتين، في
بالفيرست كفر سليب بالكاركترز بتاعنا ايه؟ سكريشن سن ووتر وايت واكتر من 6 سنتي تريز. وبالسكندري كفر سليب في الدراي فيرم لايك ابيرنس. ماشي؟ فيري امبورتنت البوست كويتال تيست. ناس تكتب او تصور. نعم؟ الويت بريباريشن في السكند؟ الانتي سبيرم انتي بودي بس. انا بشوف الانتي سبيرم انتي بودي لو في الفيميل هيبقى نازل ميت. ولو في الميل هيبقى برضه نازل ميت. في حاجة تانية مهمة برضه في الحتة دي فكرنا احنا بيها. أنا لما الاقي 20 متيل سبيرم معناه إن نورمال كاونت ونورمال موتيلتي في الميل. واضحة دي؟ 20 أو أكتر. نكتبها حاجة. أكتر من 20 نورمال كاونت ونورمال في الميل. اصل البوست كويتال تيست بيجي سؤال هاو تو ايفالويت الميل عند فيميل انفيرتيليتي باي بوست كويتال تيست. اصل هو ايفالويت الاثنين. اصل احنا قلناها في محاضره الميل وقلنا هنشرحها بالتفصيل في الفيلم. واضح الكلام؟ في حد فاهم؟ انا اعتقد الجزء ده فاهم صح ولا ايه؟ في حد مش متابع؟ في حد مش متابع هنا؟ مش متابع؟ انت سرحت شوي. سرحت شوي في الاول. سرحيني كده انت سرحت شوي في الاول. فلاش باك. فلاش باك يا كمان. فلاش باك. فيرست كفر سليب احط نقطة على السلايد واشيل السلايد ده سواء فوق او بره كده. الاقي الستريت ستاب اكتر من 6 سنتي والاقي الابيرنس او الكاركترستيك بتاع السكريشن ووتري وثين وستريتشابل يعني مطاط وايج وايت. واللي اكتشف هذا اسمه سبين بيركت مسميها بوزيتيف سبين بيركت ومعناها ان في نورمال ايفيوليشن ونورمال استراديول ليفل او هاي نورمال ايه استراديول ليفل في الليش سيرش. لو لقيته سيك ودراي عكسه سيك ودراي وبريكس بريكس يعني قطع كويك بريكس ده نو اوفيليشن والاستراديول ديفيشنسي ونيجاتيف سبين بيركت في السكند كفر سليب. افحصها بطريقتين. الويت بريباريشن هشوف المطايل سبيرم في الهاي باور فيلد الواحده الاقي اكتر من 20 مطايل سبير نورمال معناها نو انتي سبير ما انتبودي سواء في الفيميل او الميل ومعناها نورمال كاونت ونورمال موتيلتي في الميل. هسيبه ينشف دراي بريباريشن هشوف الشكل الاقي فيرن لايك ابيرنس معناها الفيرن لايك ابيرنس ده نورمال معناها في اوفيليشن والاسترادايول نورمالي هاي. ماشي؟ عشرين متايل سبير ما عندك الميكروسكوب طبعا صورة مش هنعرف الحركة غير بالفيديو وممكن الاقي الفيرم لايك ابيرنس اهي في الدراي. واضحة دي؟ ده الفيرم لايك ابيرنس والتاني ده عشرين متايل سبير. واحد يقول لي او زي ما هنشوف الكيس بعد شوية انا هلاقي تحت الميكروسكوب في الويت دراي الويت دراي لسه ما شفتهاش وفحصت ولقيت اكتر من 20 30 مثلا بس دي في انتي سبيرم انتي بودي عندي مين؟ عندي في مين؟ وعندي مين؟ ايوه عنده ده او ده ما هو انا لسه ما فرقتش لسه ما فرقتش هنفرق بعدين